تبقى لينا خدمة الديليت. عايزين بس لما يدوس على ديليت تبدأ العملية تشتغل. طبعا ما فيش حاجة بتشتغل، احنا بس على سلاش ديليت سلاش 22 ودي جت. انا عايزها بس تقوم تقوم عاملة ديليت وترجع وخلاص، مش عايزين يعني ولا لها انترفيس ولا اي حاجة خالص. ف لازم اروح للبرودكت واقدم الخدمة دي الاول. الابس الاب يظبط ده، يعني الاب يبقى عارف ان في ديليت. طبعا هي جت مش بوست ولا حاجة. فببساطة جدا هقول له لما يحصل جت على بس مش ايديت على ديليت وابعت الاي دي، هيبقى في حاجه اسمها ديليت برودكت، في حاجه اسمها ديليت ايه برودكت. والفانكشن دي لازم تبني برضو تبقى من ضمن الفانكشنز اللي موجوده من ضمن الفانكشنز اللي موجوده في الروتس بتاعه البرودكت. فادي الفانكشن اهي، لو مش عارف لو عملنا كده شكلها يبقى منسق ولا ماشي مش منسق قوي. خلينا كده يبقى استدعينا، فاضل لنا اخر واحده اللي هي الديليت برودكت، ودي ده تضاف في الايه في البرودكت هنا البرودكت موديول. دي كانت قفلت الايديت برودكت. هقول له بقى عندنا ديليت برودكت كمان، ودي برضو ليها ريكوست وليها ريسبونس بتاعها، وعبارة عن ما يلي ايه دليل برودكت و كوما هنا عشان بس يخلص دي ويبدأ في الايه يبدأ في الدليل برودكت بتاعتها. كلام جميل. الدليل برودكت هتبقى الدنيا فيها بسيطة جدا، هي ما عندناش فيها ما تاخدش غير الاي دي، هي حاجة كده قريبة من من دي مثلا، قريبة من دي. تعال ناخد دي كده كوبي اللي هي الايديت بيج دي وهرميها هنا اهوت، واقول له والله عندنا برودكت اي دي هيجي من ريكويست دوت بارامترز دوت اي دي. خلاص ده صحيح، بس مش في سيلكت كويري، هيبقى ديليت كويري ديليت كويري. وهنا هقول له الجمله بتبقى ديليت فروم برودكتس، وير ان البرودكت اي دي بيساوي نفس البرودكت اي دي بالظبط كده. وهنا اقول له دي بي كويري، رن لي جمله الديليت كويري ديت اللي احنا عملناها، ولو في ايرور قول لي ان في ايرور. ما كانش في ايرور ما تعرضش، مش عايزك تعرض، لكن عايزك تعمل حاجه ثانيه. ايه الحاجه الثانيه اللي عايزك تعملها؟ اولا احنا ممكن طبعا نستغنى عن الصوره، مش مهم تبقى مرميه عندنا على السيرفر وما بندلتهاش. ممكن نقول لا والله عايزين نفضي سبيس وندلت الصورة يعني. طبعا عشان ندلت الصورة لازم نستخدم الاف اس، فالاف اس طبعا لازم نعرفه لازم نعرفه في الموديول بتاعنا. يعني نيجي نقول له let اف اس، وده require وانادي على الاف اس الاساسي بحيث ده الفايل سيستم يعني. فالفايل سيستم تديني امكانية بقى ان انا اقدر ايه ادلت الفايل يعني، وطبعا بدلت الفايل من unlink. وطبعا unlink بيقول لي اديني الباث بتاع الفايل اللي انت عايز تحذفه. فقلت له والله كان موجود جوه public، وبعد public عندنا assets، وبعد assets في عندي images، وبعد images في قصة بقى كده بنجمع منها احنا دايما الاسم الايه اسم الصورة اللي هو البرودكت اي دي صحيح. يعني بعد ديت عايز بقى البرودكت اي دي، وعايز الامتداد بتاعها، وعايز الامتداد بتاع الصوره. طبعا الامتداد محتاجين نعمل له جمله استعلام عشان نقدر نعرفه، يعني عايزين نعرف هو دوت جي بي جي ولا ايه، فلازم نعمل له كويري تاني يجيب لي الداتا. فانا مش هعمل ده دلوقتي، رغم ان انت تقدر تعمله عادي يعني جمله كويري تجيب منها ال الامتداد عشان تبقى عارف الصوره امتدادها ايه. ماشي. على العموم طبعا دي كده الكول باك بقى فانكشن بتاعتها لو في ايرور بس، ولو في ايرور انا مش هعمل حاجه لان انا ما عرفتش ادلت الصوره من عندي على السايت، فدي ما لهاش دعوه اصلا بمشكله، يعني ما لهاش دعوه بالمشكله خلاص، يعني ما عرفتش ادلت الصوره من على السايت والمنتج اتحذف خلاص. يعني ممكن بس اريتيرن
بما اني خلصت عديت اصلا مرحله ان انا دلت اصلا من الداتابيز، فبس في الريسبونس ان انا هقول له ستيتس على 500 في انترنال سيرفر ايرور، وسندلي مين الايرور اللي حصل لو كان في مشكله عندك. وطبعا ده الاساس، طبعا نفس المشكله دي ممكن تحصل معايا لو انا يعني عملتها، اللي هو عمل ديليت، لو في مشكله في الديليت هيعمل ده هيطلع لي ايرور. طب ما فيش مشكله هيشوف يدلت الفايل، لو في مشكله هو بيدلت الفايل هيطلع لي الايه، هيطلع لي الرساله دي وخلصنا. طب ما فيش مشكله في الديليت، ما عملش بقى رندر، انا مش هرندر على حاجه، انا هري دايركت على الصفحه الرئيسيه. يعني كل اللي عايز اعمله ان انا اقول له في الريسبونس دوت ري دايركت على الايه، على الرئيسي بره بس خلاص. يعني لو جينا جربنا كده نقدر نجرب كده، ان شاء الله نقدر نجرب كده. عملنا كده اف 5 بقى عندي اهو المنتجات 25، وعندي 26 سامسونج فون، وعندي سامسونج جالاكسي مش عارف ايه 7، وعندي مش عارف ايه. قلت له خلاص سامسونج فون ده 26 ده عايزين نحذفه، اللي هو رقم 18 ديليت. هو طبعا هنا بيعمل لود، ما اعرفش راح فين، وكما انت ما حذفش حاجه ولا اي حاجه، كله واقع. ايه انا مش مقوم السيرفر ولا ايه؟ تعال نفتح هنا كده. طبعا بيقول لي في كراشنج حصل. قلت له ايه الكراش اللي حصل عندك؟ اهو ست فين ده 410 ثرو ايرور اتش تي بي هيدرز سنت ومش عارف ايه تا 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 تا. و بيند على ملفات كده غريبه، برودكتس رقم 121 سطر 121 في برودكتس اهو، لان طبعا وارد يكون ما لقاش الايه الصوره اللي احنا بندور عليها في 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 الديليت يعني. بس هو المفروض لو عدى هنا يبقى كده معناها ان الديليت اشتغلت. طب لو الديليت اشتغلت، احنا لو كانت الديليت اشتغلت يبقى احنا المفروض لو روحنا على البراوز فعلا اتحذف اهو. امال ليه ما رجعنا نوت لقيناه 26 ده؟ نعمل كده كنترول في 5 عشان يعمل ريفريشنج. هو طبعا السيرفر واقف ولا حاجه فيها مشكله. انا هوقف بس الاف لينك دي عشان مش محتاج ان انا بصراحه ادلل دلوقتي، ان محتاج اعمل جمله كويري ترجع لي الاسم واقطع منه الامتداد واحطها. ودي طبعا يعني ما اعتقدش ان فيها اضافه معلومات ليكم يعني في البروجكت ده، لكن هي كده احنا فاهمين فاهمين الفكره يعني. لكن انا لو رجعت هنا كده هو ريفريش فعلا الفايل المنتج ده راح، سامسونج فون اكس لو عملت له ديليت حمل وفعلا راح وما بقاش فيه مشكله. هو بس بيلود كده، بيفتح كده حاجات صفحات تانية، ده بسبب الاندرسكور بتاعتنا اللي كنا عاملينها في الاندكس اللي هي اندرسكور بلانك. يعني لو رجعنا للاندكس بتاعت الاندكس اللي هي اي جي اس، واحنا وبنعمل مش عايزين اندرسكور بلانك في الديليت، خليها في الايديت بس عشان الديليت مش محتاجه اي حاجه يعني. يعني لو رجعنا كده وعملنا ريفريش واحنا حذفنا كل الداتا مش مشكله. نعمل مثلا ندلت دوت الايفون 7 على طول، اتدلت كده وبقت الدنيا زي الفل. ده اللي احنا عملنا العمليات الاساسيه، الكرود الاساسيه من اضافه لتعديل لحذف لعرض بيانات في السيستم بتاعنا.